بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية أود أن أشكر جميع تلاميذ ديال مؤسسة السعادة رقم واحد ورقم جوج على الانضباط اللي في هاد اليومين. كان عندنا واحد الفورماسيون ديال لا كولوغاسيون مع الأساتذة والخبراء سي محمد زين بيوتي وحسن بن ساسا والطاقم المرافق، وكنشكروا سي هشام تيفيري صاحب شركة بريزيتشي على المجهودات الجبارة اللي كيقوم بها. هذا من اختصاص مدرسة السعادة طبعا، لأن دائما احنا حاضرين في الفورماسيون، جميع الفورماسيون تنديروها في مؤسسة السعادة، فمرحبا ألف مرحبا بالجميع. فكنحاولوا نكونوا تلاميذ ديالنا أحسن تكوين في جميع المجالات، في قص الشعر والكولوراسيون لي شينيون. إن شاء الله كاين دي فورماسيون أخرين، إن شاء الله كاينين اللي غيكونوا حاضرين. فيما يخص بالنسبة الأساتذة اللي كنشكرهم جزيل الشكر على العناء اللي سهروا وعلى هذه المؤسسة وعلى هذه الفورماسيون، اللي جاوا من مدن بعيدة، مدينة مراكش ومدينة الدار البيضاء. وفي هذا الشهير اللي هو سيدنا رمضان اللي نتمناوه يدخل علينا وعلى الجميع المسلمين بالصحة والعافية إن شاء الله. وتبارك الله على سي هشام كذلك، وكنشكر الأساتذة ديال مؤسسة السعادة رقم واحد ورقم جوج على المجهودات الجبارة اللي كيقوموا بها لأجل القطاع ككل، وشكرا للجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، هشام تيفيري ديريكتور كوميرسيال سوسيتي بريزيتشي، كنقول لكم دائما أهلا ومرحبا بكم بمدرسة السعادة واحد وجوج التي تقوم دائما على لي فورماسيون، ودائما الشعار ديالها هو التكوين ثم التكوين ثم التكوين ثالثا. فكنشكر السي حفيظ الطيبي والطاقم المرافق له، لا السي حكيم ولا الأخت نادية ولا الأخوين اللي كيشتغلوا معاهم ومدام الطيبي على كل ما كيقدموه لأجل هذا القطاع، وبالخصوص للتلاميذ ديال مدرسة السعادة. كنشكروا المايسترو سيدي محمد زين بوطي، كنشكروا ايضا السي حسن بن ساسا، كل واحد والتلاميذ ايضا على الانضباط ديالهم، وكنشكروا كل واحد ساهم من قريب او من بعيد لانجاح هذه الدوره التكوينيه اللي كانت على مدار يومين في تخصص ديال صباغات الشعر. فمستقبلا ان شاء الله كاين دورات تكوينيه اخرى، وغادي نكونوا دائما عند الموعد وعند العهد. وكنشكروا دائما مدرسه السعاده بقياده الاخ حفيظ الطيبي. شكرا لكم دائما، اخوكم الذي يحبكم هشام تيفيري. لكم رمضان كريم المشاهدين الكرام. اولا في بديء الامر كنقدم نفسي السي محمد زين بوتي من مدينه مراكش، كنشتغل كفورماتور كوافور. كنبغي نشكر كل الشكر السي هشام تيفيري اللي دائما انا كنعتبره جند مجند بالنهوض في هذا القطاع هذا. كذلك كنبغي نشكر اخي العزيز وصاحب مؤسستي السعاده انه دائما كيوفر لنا الاجواء التكوين لكل الحلاقين والحلاقات. معكم جوا من مدينة فاس، دوزنا دو جور في الفورماسيون، استفدنا من الكولوراسيون. مدرسة السعادة عطاتنا بزاف ديال الكولوراسيون، استفدنا بزاف الحمد لله. جاونا أساسي من مدينة مراكش ومن الدار البيضاء. هما الأساسيد كيعطيونا كل شيء، اي حاجه كيعطيوها لنا الحمد لله كنستافدوا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معك حسن بن ساسا من مدينه الدار البيضاء. حنا لينا الشرف اننا جينا لعند السي حفيظ وخويا هشام التيفيري، وتلاقينا بهاد الناس تبارك الله على ود واحد الفورماسيون في لي زومبري وفي كل ما يتعلق بالالوان. وكانت على مدار يومين انا والاخ الصديق سي محمد زين بوطي اللي جا من مدينه مراكش، وكنتمنى اننا نكونوا موفقين اننا وصلنا المعلومه بطريقه سلسه، وان هاد الناس يكونوا استفدوا معنا. استفدتوا ولا لا؟ تبارك الله عليكم اجمعين، وشكرا لكم خويا، الله يحفظك. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.